الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير وأرجو أن يكون واضحا تحديد أرباح المنشأ الاحتكاري بواسطة استخدام المعادلات. Okay. Monopolistic profit with equation. بمعنى آخر أنني سأستخدم معادلات الآن في بيان كيف تعظم المنشأ الاحتكاري أرباحها، وعلى بركة الله نبدأ. قدمت في مقطع سابق كيف تعظم المنشأ الاحتكاري أرباحها، واستخدمنا البيانات الآتي، هذه البيانات التي استخدمتها في المثال السابق. عندي الكبية المنتجة هنا 0, 1, 2, 3 إلى 9، والسعر الذي تفرضه المنشأ الاحتكاري price اللي هو السعر يساوي متوسط الإيرادات الأفرج ريفينيو، كان 32 أصبحت 30 28، وهكذا. لاحظوا أنه ينخفض بمقدار 2 كل كمية إنتاج تزداد بقيمة واحدة، أو كل وحدة إنتاج زيادة، فالبرايس أو الأفرج ريفينيو ينخفض بمقدار 2. توتال ريفينيو اللي هو الإيراد الكلي يساوي حاصل ضرب السعر في الكمية، فبنضرب إحنا السعر في الكمية، هذا 0 في 32 0 1 ب 30 30 1 2 في 28 56، وهكذا إلى أن ننتهي ب 126. التوتال كوست، افترض بأن الكلفة الكلية، لا طبعا هون في عندي كلفة ثابتة بتكون حتى لو كانت كمية الإنتاج صفر، بتكون في عندي كلفة ثابتة 50، إذا ارتفع الإنتاج إلى 1 تصبح 70 ثم 82 وهكذا إلى أن ننتهي 178. متوسط التكاليف الكلية average total cost مقسم التكاليف الكلية على كمية الإنتاج، هنا طبعا ليس هناك كمية إنتاج مقابل الصفر، وبالتالي مقسم الآن الكلفة الكلية هنا 70 على مقسم على 1، 82 قسم على 2، وهكذا حتى ننتج أو نحصل على هذه القيم. ما يسمى بالكلفة الحدية marginal cost هو الفرق، يعني كلما ارتفعت كمية الإنتاج الآن بوحدة واحدة ترتفع التكاليف الكلية بمقدار كذا، فهون من 0 إلى 1 ارتفعت من 0 إلى 20، ثم من 1 إلى 2 ارتفعت من 20 إلى 12 المارجنال كوست، يعني أصبحت تنخفض المارجنال كوست. لاحظوا لي كانت 20 ثم أصبحت 12 وحدة أو 12 وحدة نقد مثلا، ثم 8، لأن الكلفة الحدية تنخفض ثم ترتفع بعد ذلك. ما يسمى بالإيراد الحدي المارجنال ريفينيو بكون مرتفع ثم يأخذ بالانخفاض حتى يصبح سالب. لاحظوا هنا، وأخيرا الربح اللي هو الفرق بين الإيرادات الكلية والتكاليف الكلية توتال ريفينيو ناقص توتال كوست. إذا على بركة الله، يعني نستخدم هذه البيانات فقط هنا بهذا الجدول، لكن بعد قليل سأستخدم معادلات. بينا كذلك الأمر بأنه لاحظوا لي أنه البرايس أو منحنى السعر نفسه منحنى الديمان ومنحنى الأفرج ريفينيو اللي هو متوسط الإيرادات بكون سالب الميل بالنسبة للمحتكر، هذه كمية الإنتاج على النحو الأفقي، السعر وكل ما يتبع ذلك المارجن كوست مارجن ريفينيو أفرج ريفينيو وهكذا تأتي على المحور العمودي. وعندي الآن هذا ميل سالب، كذلك الأمر المارجن ريفينيو الإيراد الحدي بنخفض، لكن لاحظوا لي أنه أسفل من، يعني أتى السلوب تبعه أقل من يعني أو خلينا نقول وجود المنحنى أسفل من الأفرج ريفينيو ديماند كيرف أو البرايس. الآن لنفترض تمثيل بياني هنا على المحور الأفقي الكميات المنتجة، على المحور العمودي المتغيرات التالية: السعر، الكلفة الحدية، الإيراد الحدي، ومتوسط التكاليف الكلية price, marginal cost, marginal revenue, average total cost. هذا الآن منحنى الطلب اللي هو الديماند يساوي البرايس يساوي الأفرج ريفينيو، وعندي هنا المارجنال ريفينيو هذا الام ار، هنا عندي هنا الأفرج توتال كوست هكذا. ولاحظوا لي انه هذا اعلى من هذا من حيث الموقع، ثم ياتي الان الأفرج توتال كوست، عندي المارجنال كوست يخترق الأفرج توتال كوست من نقطه نهايه الدنيا، هذا المارجنال كوست، وبالتالي عندما تتقاطع عندي القاعده الذهبيه دائما مارجنال ريفينيو must equal marginal cost، أو بمعنى آخر يجب كي تعظم المنشأة أي منشأة أرباحها يجب أن تساوي بين الإيرادات الحدية والتكاليف الحدية. هنا الآن التكلفة الحدية marginal cost ساوى المارجن ريفينيو عند هذه النقطة، وبالتالي هذه النقطة التي تحدد الكمية الواجب على المنشأة أن تنتجها
حتى تعظم أرباحها. وبالتالي هذه كيو دعنا نسميها كيو ستار، ولا تذهب كما تقوم المنشأة التنافسية بالذهاب أفقيا كي تحدد السعر، لا، تذهب إلى الديماند كيرب، هنا هو المنحنى، لأن الطالبين أو مستهلكين أو مشترين هذه السلعة مستعدون أن يدفعوا مقابل كيو ستار هذا السعر اللي هو على منحنى الطلب، وبالتالي هذا هو السعر الذي تحدد المنشأة الاحتكارية لأن ميل الطلب سالب. وعندي طبعا هاي النقطة هنا اللي هو الكيو ستار بتكلفني بالمتوسط، أذهب إلى منحنى متوسط تكاليف الكلية حتى أحدد ما يسمى بالأفريج توتال كوست للكمية كيو، وبالتالي الربح هو ما جاء في هذا المربع أو المستطيل أو هذه المساحة، هذا الربح اللي هو باي اللي هنا يعني تعريفه توتال ريفينيو اللي هو الإيراد الكلي مطروح منها التوتال كوست اللي هو الكلفة الكلية. دعنا نمثل ذلك الآن على شكل معادلات. الآن لنفترض بأن معادلة الطلب العكسي المقصود اللي هي inverse demand function معبر عنها بواسطة السعر كما يلي. هذا السعر بقدر يعني الآن أعبر عن كيوب واسطة السعر، لكن حتى نسهل على أنفسنا فوضعنا السعر بدلالة الكبيرة، وبالتالي price تساوي 200، هذا السعر يساوي 200 مطروح منها 2 مضروب في كيو، إذن P تساوي 200 minus 2 كيو، هذا معادلة الطلب العكسية inverse demand function، ما يعني بأن الإيرادات الكلية الآن total revenue TR تكون كما يأتي. هذا السعر لاحظوا لي هاي معادلته، إنه إذا ضربنا هذا بكيو بطلع عندي الإيرادات الكلية، فعندي total revenue يساوي P times Q وتساوي الآن هذا السعر 200 ناقص 2Q هنا مضروب في Q، وبالتالي بتكون تساوي 200Q، إذا دخلنا Q على القوس داخل القوس صار عندنا 200Q ناقص 2Q تربيع، ومنها نشتق ما يسمى بالمارجن ريفينيو، هذا الإيراد الحدي يساوي المشتقة الأولى بالنسبة للتوتال ريفينيو DTR على DQ، يعني المشتقة الجزئية الأولى أو المشتقة الأولى للتوتال ريفينيو بالنسبة لQ، وبالتالي تساوي 200 هنا، بعدين الأس هذا يصبح مضروب في المعامل فيصبح 200 ناقص 4Q، إذن هاي المارجن ريفينيو تساوي 200 ناقص 4Q. الآن لنفترض بأن دالة التكاليف الكلية هنا توتال كوست كانت كما يأتي، هاي التوتال كوست، توتال كوست تساوي 50 زائد 10 كيو تربيع، هاي التوتال كوست، إذا يعني الكلفة الحدية الآن اللي هي المشتقة الأولى للتوتال كوست الكلفة الكلية بالنسبة لكيو، فهذه طبعا تذهب صفرا هنا 2 في 10 20، إذا المارجنال كوست يساوي 20 كيو. هنا مبدأ تعظيم الأرباح يقضي بأن MR Marginal Revenue must equal Marginal Cost، الإيراد الحدي يساوي التكاليف الحدية، إذا سوينا الآن هذه Marginal Revenue هنا 200 ناقص 4Q هنا تساوي Marginal Cost تساوي 20Q، وبالتالي Q التي تعظم كمية الإنتاج تساوي 200 وقسم على 24 وتساوي 8.3، يعني 8.3 الآن، إذن 8 وحدات وثلث الوحدة هي الكمية الواجب أن تقوم بها المنشأة الاحتكارية اللي بتحكم فيها هذا معادلة الطلب العكسية، وهاي منحنى تكاليفها أو دالة تكاليفها، وبالتالي يجب أن تنتج فقط 8 وحدات وثلث الوحدة. لنمثل ذلك بيانيا كبيالي، لاحظوا لي هلا هنا نفترض بأن دالة التكاليف الكلية كما ذكرنا توتال كوست سوى 50 زائد 10 كيو تربيع، إذن المارجن ذكرتها قبل قليل مارجن كوست يساوي 20 في كيو، وبالتالي المارجن ريفينيو يساوي المارجن كوست 200 ناقص 4 كيو تساوي 20 كيو، اذا كيو ستار تساوي 224 تساوي 8.3 كما ذكرنا. فاذا هنا الان لاحظوا لي هذا الديماند كيرف، اوكي، اللي هو برايس ايكوالز 200 ناقص 2 كيو، وعند المارجن ريفينيو حسبناها، مارجن ريفينيو حسبناها قبل قليل، وبالتالي كذلك الامل افريج عفوا مارجنال كوست هنا، فالمارجن ربي المارجن كوست تقاطع عند هذه النقطه انتجت 8.33، لكن المنشاه ستذهب الى منحنى الطلب وتحدد السعر، بكون هنا لاحظوا لي اذا عوضنا الان في داله الطلب العكسيه اللي ذكرتها قبل قليل اعود اليها، هذه بي
تساوي 200 ناقص 2 كيو. إذا عوضت الآن بدل كيو كمية الإنتاج هذه 8.3، فبعطيني هذا السعر اللي هو 183.34. التوتال كوست كما ذكرت قبل قليل، هنا التوتال كوست يساوي 50 زائد 10 كيو تربيع، بعوض عن كيو الآن ب 8.3، فالكلفة الكلية بتساوي بالحالة هاي 743.889. إذا التوتال ريفينيو يساوي البرايس في الكمية، فبيطلع عندي لو عوضنا بتعويض بسيط، أرجو أنكم تجتهدوا وتنتبهوا كيف يعني قمنا باشتراك ذلك، فالتوتال ريفينيو يساوي برايس في الكمية المنتجة، وبتساوي بالحالة هاي 1527.2222، فبيعطينا هذه الكمية. إذا باي تساوي الكلفة الكل، عفوا الإيراد الكلي، هنا الإيراد الكلي هذا التوتال ريفينيو، الإيراد الكلي هنا مطروح منه الكلفة الكلية هذه، بعطيني إنه المنشأة ربحت 783.33. هنا الآن هذه الكمية المنتجة، هذا السعر 183. لاحظوا الأفريج توتال كوست، لو قسمنا الكلفة الكلية هذه على 8.33 بيطلع عندي متوسط الكلفة الكلية 89.3024. إذا هذا الآن المستطيل هو الذي يعبر عن الربح، ومقداره 837.3332. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن تعودوا إليه أكثر من مرة حتى تستوعبوا الأفكار، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى حول موضوع آخر في الاقتصاد الجزئي أو أي موضوع آخر في الاقتصاد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.